البرلمان لا وجود لدرجات وظيفية جديدة ضمن موازنة 2023، والسودان يطلق من البصرة مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة بالعراق، والمالية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة وإرسالها إلى مجلس الوزراء، والدولار يوم الأحد 157 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، والكاظمي فرق الموت كانت تستغل وجودها بجهاز الأمني معين، وقاتل الهاشمي كان ضابطا يعمل مع مجموعة مسلحة، وطقس العراق أمطار رعدية بدءا من الثلاثاء المقبل. متابعينا الكرام، حتى لا يفوتكم أخبار العراق العاجلة يرجى متابعة الصفحة. تفاصيل الخبر الأول، أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد عدم وجود درجات وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أوصيت بإعادة النظر بالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي بحسب الوكالة الرسمية إن أمانة مجلس الوزراء كلفت لجنة لإعداد سلم رواتب مقترح جديد، حيث إن اللجنة المالية تسعى إلى دعوة هذا اللجنة لمعرفة ما توصلت إليه والاطلاع على تفاصيل سلم الجديد، لافتا إلى أن اللجنة المالية تصلها الكثير من الطلبات من فئات مختلفة من الموظفين بشأن سلم الرواتب الجديد. وأضاف أنه من بين تلك الطلبات فئة الأطباء البيطريين الذين لم يعتبروا حتى الآن ضمن المهن الصحية، والإضافة إلى أنه لا يوجد لهم تعيينات مركزية، مبينا أن هذا الفئات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. وعن رواتب المتقاعدين، أكد الكاظمي أن تخصيص 500 ألف دينار كحد أدنى للمتقاعدين، والذي يشمل أكثر من 1.5 مليون من عدد المتقاعدين في عموم البلاد، يعد قليلا ولا بد من إعادة النظر به، مبينا أن زيادة تلك الرواتب مرتبط بتوفر السيولة المادية لدى صندوق التقاعد ودعم من وزارة المالية. وعن التعيينات الجديدة في الموازنة، أكد الكاظمي أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلقت تعيينات تمثلت بتحويل المتقاعدين إلى الملاك الدائم، مبينا أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 سيخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة باستثناء درجات الحذف والاستبدال، والتي ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين خلال العام الحالي على التقاعد. التالي أطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اليوم الأحد من البصرة مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق. وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء وصل إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه المحافظة على مدى 2 يوم بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية. التالي أعلنت وزيرة المالية طيف سامي اليوم الأحد الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها. وأضافت أن مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية ودعم شبكة الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توفير غطاء أمن للمشاريع الاستراتيجية والتنموية المستدامة. التالي استقرت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأحد بسعر 157 ألف دينار مقابل 100 دولار، وجاءت الأسعار كالآتي: أسعار البيع 157 و250 ألف دينار لكل 100 دولار، وأسعار الشراء 156 و250 ألف دينار لكل 100 دولار. التالي كشف رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن هدر أكثر من 600 مليار دينار نتيجة الفساد في الحكومات السابقة. وقال الكاظمي في مقابلته إن الفساد مترسخ في الدولة العراقية قبل مجيئي، والحكومات السابقة كلها متورطة، والأموال التي هدرت تقدر بأكثر من 600 مليار دولار تم إهدارها خلال هذا الفترة في خلال 2 من رئاستي. كشفنا قضايا فساد واغتيالات أكثر من كل الحكومات السابقة مجتمعة، وتابعناها مع القضاء، لكن الآن يحاولون أن يحملوا حكومتي مسؤولية تخريب وفساد أكثر من 18 عاما
ومسؤولية كل الحكومات التي سبقت حكومتي، ويسكت عن خراب تلك الحكومات لأن حكوماتهم التي جاءت من أحزابهم وكتلهم البرلمانية. وأضاف أن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي كان رسالة تخويف واضحة لكل القريبين مني ولكل الأصدقاء، ونجحنا في كشف الجريمة منذ اللحظات الأولى، ولكن وضعناها تحت المراقبة فترة طويلة جدا للوصول إلى بعض الخيوط. وصلنا إلى القاتل وتم اعتقاله، واعترف مبينا أن فرق الموت كانت تستغل وجودها في جهاز أمني معين، وتم اعتقالهم واعترفوا بالقيام بجرائم كثيرة، قتل نشطاء وصحفيين وآخرين. والذين قتل هشام كان ضابطا في وزارة الداخلية ويعمل مع أحد الجماعات المسلحة. التالي أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط الأمطار بدءا من الثلاثاء المقبل. وذكر البيان أن طقس البلاد ليوم غدا الاثنين سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا وأحيانا غائما مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسط الشدة خاصة في أقسامها الشرقية وحدوث عواصف رعدية، ثم يتحسن الطقس ليلا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق. إلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم الأحد من 12 مارس 2023، ولا تنسوا دعم الصفحة بلايك ومتابعة، والسلام عليكم.